بحلقتنا لليوم رح نتعرف على جيلي ستاري 2025 الجديدة كلياً، يلي معنا هي نسخة الفول أوبشن جي إف بلس. من هيدي السيارة بيجي منها أربع نسخ، نسخة الجي إل، نسخة جي كي، الجي إف والجي إف بلس، وبيجي منها أربع ألوان. نحن معنا اللون الأزرق، بيجي منها أبيض ولا أسود ولا سيلفر. شركة جيلي هي من أكبر الشركات العملاقة بالصين، وهي بتملك شركات مثل اللوتس، مثل فولفو والبولستار. وقت نذكر اسامي هودي الشركات يعني بتعرفوا انه التكنولوجيا والسيفتي هو شغله كتير كبيره عند هودي الشركات. يعني جيلي عم تتميز بهودي الصفات، وكمان حنتعرف هلا على شكل هيدي السياره. واجهه اماميه جميله جدا، شوفوا هالضو قديه حلو متصل ببعضه، عم بيجي كمان متقطع، لوجو جيلي موجود بالوسط، شبك بديزاين جديد مثل باللون الاسود، عندكم حساسات اماميه متصله بالكاميرا الموجوده فوق على الازاز، وعندكم رادار امامي بيقرا سرعه السياره يلي قدامكم. من الجنب رنجات مقاسهم 20 انش، كمان ديزاين جميل، بيجي منها 18 انش اما 19 انش اكيد حسب نسخه يلي عم تسوقوها، بس هيدي نسخه الفول اوبشن مثل ما حكينا للجي اف بلس عم يجوا 20 انش. على المرايات مطليين باللون الاسود، وعندكم كمان كاميرا فيون واشاره كمان. السقف عم يجي باللون الاسود وحوالي الازاز. ننتقل للخلف، عندك سبويلر يعطيها شكل رياضي اكثر، وكاميرا موجوده هون، كلمه جيلي موجوده بالوسط، حتى عم نشوف الاضواء كمان ديزاينهم قد ايه حلو متصلين كلهم ببعضهم. حساسات خلفيه والعادم عم يجي مخفي ما انه مبين. من بعد ما تعرفنا على جيلي ستاري 2025 بلمحه سريعه من شكل خارجي، هلا صار وقت نعمل تجربه الايدي. مشوا معنا. داخليه الجيلي ستاري 2025 فخمه، بذات الوقت فيها لمسه رياضيه. كراسة عم تجي من جلد الطبيعي، حجمها كبير مريحة، وفيهم خاصية التبريد. عندك على الداشبورد قدامك جلد الكنتارا، هيدا عم يعطيها طباع الرياضي. حتى عندك جلد موجود على الابواب ومزيج بالالوان، عندك لون الاسود وعندك اللون حتى عم يجي بيج. عندكم شاشة عملاقة بالوسط قياسة 13.2 انش، تتحكم فيها باللمس، ومن خلال هيدي الشاشة تتحكم بكل شيء بالسيارة وبتعطيك كل المعلومات يلي السائق بهمه. منها أكيد عندك راديو، فيك تشبك تليفونك بأندرويد أوتو وأبل كار بلاي. هون عندك أربع وضعيات للقيادة، انتليجنت، إيكو، سبورت والسبورت بلس، تحكم فيهم من هون. عندك داخلية السيارة، الألوان الداخلية عندكم خمس الوان، حتى الالوان عم تجي الاضاءه متقطعه مثل ما حكينا من الخارج الاضواء على الواجهه الاماميه. هون عندك للسلامه مثل لين كيبينج اسيست، فيك تدوروا هيدي الفعاليه من هون وبتطفوها. الامرجنسي بريكنج كمان، الالارم سبيد لاين ساين، سو كل شيء سيفتي حتى بتدوروه بتدفوه من هون. وحتى فيكم تغيروا اللغة، عندكم اوبشن يا الانجليزية اما العربية، وتشي زايدة شي منيح لمناطقنا هون بالشرق الاوسط. والشي المهم انه ما في ازرار ابدا للتحكم بالاي سي، كل شي بده يصير من خلال هيدي السكرين. وتحت السكرين عندك مكان لتشارج تليفونك لاسلكي، وهون من تحت بتحط اغراضك، وعندك مخرجين تايب سي. هيك الجير شكله قد ايه حلو، عم بيجي كريستال، شكل الهاند بريك اوتوماتيكي، واثنين كاب هولدر. وهون تحت المسند الوسطي عندكم مكان لتخزنوا اغراضكم، وحتى فيها تبريد. المكواد عم يجي فلات من فوق فلات من تحت، هيك بتعطيكم رؤية اكثر على السكرين قدامكم وحتى للتركيز على الطريق. من انظمه السلامه الموجوده فيها عندك هيدز اب ديسبلاي،
تخلي التركيز على طول دايماك على الطريق، ما تلتهي بشي تاني. عندك أكيد كاميرا 360 درجة صورتها كتير نقية. عندك رادار بيقري السرعة اللي قدامك إذا كنت ماشي على الكروز كنترول، وحتى عندك الفرامل بيقروا إذا في سيارة عم تقطع قدامك، بحطوا فرامل طوارئ، وإذا كان شخص حتى عم يقطع قدامك بيقشع عن السنسر وبيشحت بريك. هلا اذا بدنا نحكي عن اداء السياره، محرك 4 سلندر توربو تشارج عم بيولد 218 حصان و325 من عزم الدوران مع جير دبل كلاتش اوتوماتيكي. هلا التسارع بس حطوها على السبورت مود، هلا صح انه هيدي منا السياره رياضيه، بس وقت تحطوها على السبورت مود بتحسوا انه تجاوب السياره بصير اسرع. واللي عجبني كمان بستراي هيدي مردد الشمس، بالعاده المردد الشمس بيكون كله قماش، بس بهيدي السياره عم بيجي نص قماش ونصه كانه لابس نظاره. هيك بتضلك ايش على الطريق قدامك منيح، وبذات الوقت رد عنك الشمس. عندك فتحه بالسقف بانوراميك كتير كبيره، والشي اللي مهم فيها هو نظام الصوت من شركة انفينيتي، عم بيجي 9 سماعات لأنه هيدي نسخة مثل ما حكينا جي اف بلس اللي هي نسخة الفول اوبشن، بيجي فيها 9 سماعات، والصوت الميوزك فيها رائع. هلا السيارة بكل هودي المواصفات وشكلها الجميل، قديه تتوقع يكون سعرها؟ سعرها الابتدائي 84900 درهم اماراتي، يعني سعر كتير منافس وبناسب كتير فئات، لأنه سعرها بالنسبة لهيك سيارة رخيص نسبيا. من بعد ما تعرفنا عن جيلي السرايل 2025، رأيي أنه هذه السيارة عم تجمع بين التكنولوجيا والشكل الجميل، سيارة عائلية، سيارة بتاخدك وين ما كان، سيارة اقتصادية، و كمان الشيء اللي بهمكم انه بكل سياره بهالمواصفات سعرها كثير منيح بيناسب. من هيك صار وقت ننهي حلقتنا، بشوفكم بحلقه جديده بسياره جديده، انطرونا، باي.